وانا بطوف حوالين الكعبة وبصلي لازم اكون متوضي، لان الطواف صلاة ويشترط فيها ستر العورة ويشترط فيها الوضوء ويشترط فيها كل ده. نعم. جيت عند الصفا ونقطت وضوئي، اطوف بين الصفا والمروة من غير وضوء ما يجراش حاجة، الوضوء احسن. جيت عند الصفا ورحت وجيت ورحت وجيت، عملت 3 تشواط تعبت، السكر انخفض، مش عايز اكمل، اروح الفندق وارتاح واكل واشرب واجي بالليل كمان 12 ساعة اليوم التاني واكمل الطواف.